شعر حمزة وحكمة بالانزعاج لأن القائد عبد الرحمن كان يبدي اهتماما كبيرا ببرهان ويقضي معه أوقاتا طويلة في التخطيط ومناقشة الأوضاع التي تسود البلاد. وعندما بلغ بهما هذا الانزعاج حدا كبيرا طلبا من عبد الرحمن ألا يعامل برهان معاملة خاصة، لكن عبد الرحمن رفض ذلك. خطط برهان وعبد الرحمن للمعركة القادمة مع قوات تسوتسو التي يقودها تان، وكاد أن يحصل شجار بين حكمة وبرهان لولا أن برهان تدارك الأمر بذكاء. نجحت خطة برهان وانهزم جيش تان، واعترف حمزة وحكمة بأنهما كانا على خطأ. أما القائد تان فقد قرر تسليم نفسه للقائد تسوتسو مستعدا لأي عقوبة بسبب وقوعه في الفخ الذي نصبه له برهان بذكاء شديد. كيف حصل ذلك؟ لقد أخذت معك جيشا جرارا يا تان، لكنك أصبت بهزيمة ساحقة. سيدي، شعرت بمسؤوليتي عن الهزيمة، لذلك جئت لأسلم نفسي. أنا مستعد لأي عقوبة تفرضها. لن يفيدني ذلك، الأهم هو أسباب الهزيمة. حصلت هذه الهزيمة بسبب خطة برهان. ماذا؟ بسبب خطة برهان؟ هذا كلام مرفوض من قائد شجاع خاض المعارك الكثيرة منذ كان شابا صغيرا، ألا تخجل؟ استعمل برهان والقائد عبد الرحمن خطة هاري ببراعة، ووقعت في شراكه لأنني كنت متسرعا ومتلهفا لتحقيق الانتصار. قدرنا الهزيمة والانتصار، سامحتك. هيا يا تان، استعد لتمحو العار في المعركة القادمة، فكوا قيودة. أشكرك يا سيدي. معركتنا مع عبد الرحمن لن تنتهي بهذه الهزيمة، والآن اجمعوا 5 فرق قوية، كل فرقة من 50,000 جنديا وفارس استعدادا للمعركة. أريد منكم انتصارا مدويا. تقع مراكز قوات عبد الرحمن على الجانب الأيسر من هذا النهر، يجب أن نستفيد من طبيعة المنطقة في هذا الوقت. جئت إلى هنا بناء على طلب منك يا سيدي. مرحبا تنفو، هل سمعت أن عبد الرحمن قد ربح المعركة نتيجة خطة برهان؟ سمعت بذلك. أمر سيء، كان كلامك عن ذكاء برهان صادقا، وهذا يعني أنه يجب ألا نستهين بقوة عبد الرحمن. سأقود الجيش بنفسي هذه المرة، وأريد منك أن تذهب معي. حاضر، سأذهب معك طالما ترغب في ذلك. حسنا. حتى لو ذهبت معك يا تسوتسو فلن تستفيد من أفكاري أبدا. لن أقف ضد عبد الرحمن. أنا متشوق لمعرفة خطة برهان لقتال هذا الجيش الكبير. أشعر أن أيامي في هذه الحياة باتت قليلة يا عبد الرحمن. لا شيء لدي لكي أقلق عليه إن قبلت طلبي. أرجوك أقبل قيادة المقاطعة من بعدي. ستكون بخير إن شاء الله. ابنك اليوسانك سيكون دائما بجوارك، وابنك اليوشي يدافع عن الحدود، وأنا وأصدقائي سنحمي حصن تشينغ تشو مهما كان الثمن. كن مطمئنا يا سيدي. اليوشي لا أعرف مصيره، واليوسانك لا يزال صغيرا. أرجوك أقبل طلبي هذا. سامحني لأنني لن أقبل. المعذرة يا سيدي. سانسي، هل تريد شيئا؟ جاءتنا أخبار خطيرة، بدأ القائد تسوتسو هجومه على حدودنا. هل علمت من يقودهم؟ أجل، القائد تسوتسو هو الذي يقود هذا الجيش. إذن فقد جاء بنفسه. عبد الرحمن، إذا كان الرفض قرارك الأخير لا مفر إذن من جعل ابني قائدا لهذه المقاطعة، ولكن أرجوك أن تشرف عليه بنفسك. كما تريد يا ليوبي، سأبقى دائما إلى جانب ابنك. سأكتب وصية بهذا الأمر. أحضر لي ورقة وقلما. حاضر. أرجو السماح لي، سأعود إلى الحصن لأعد خطة المواجهة.
إن قوات تسوتسو كبيرة جدا هذه المرة. لا تقلق لذلك يا صديقي عبد الرحمن، لدينا أبطال أقوياء مثل حمزة وشيان، ولا تنسى أن رمحي هذا ينتظر القتال، كما أن المخطط برهان معنا وسيعد لنا خطة ذكية لا تخطر على بال، ولذلك يجب أن نخشى تسوتسو. غيرت رأيك فيه كثيرا. أنا أيضا أصبحت أسبح مثل السمكة. سيجعل لوشي وريثه على المقاطعة. يجب أن تتصرفي، ستخسرين كل شيء إن أصبح لوشي وريثا. ماذا أفعل؟ ليوبيا يكتب الوصية الآن، وقد كلف عبد الرحمن بالإشراف على لوشي حتى تستتب الأمور. يبدو أنه من الصعب أن يرث ابني. لا تدعي اليأس يسيطر عليك، لدي فكرة تنقذ الموقف. ها؟ سأستميل أمين سره سانسي وسأطلب منه تزوير الوصية. ها؟ اخترق جيش تسوتسو حدود مقاطعة تشيمشو وأصبح على مقربة من حصن القائد عبد الرحمن. كان هجوم تسوتسو على الحصن على وشك البدء. في هذه الأثناء أقنعت سايماو أمين سر القائد اليوبيه بتزوير وصيته، وهكذا زار سانسي القائد تسوتسو كمبعوث من قبل تسايماو. بما أن القائد اليوبيه مات وخلفه ابنه ليوسانغ في حكم المقاطعة، سأقبل عرضكم بالاستسلام لي دون أي شروط. نحن تحت أوامركم. هناك أعداء خطيرون في مقاطعتكم، إن تعرض أحد لأي جندي من قواتي سأقتلكم جميعا بما فيهم أنت وماو. شعر تسوتسو بزهو الانتصار أمام هذا الخنوع الذي قام به تسايماو، ولذلك فرض شروطه. أوافق أن يبقى ليوسان قائدا، لكن لينفذ أوامري. كما تريدون يا سيدي. وفرنا مشقة الهجوم على حصن تشينكشو، ولذلك سنركز كل قواتنا باتجاه حصن عبد الرحمن. سوكان، هاجم عبد الرحمن. حاضر، سأنفذ هجومي على الحصن وسأجلب لك رأسي عبد الرحمن وبرهان. نعيدك أن ننتصر في هذه المرة. برأيك ما هي خطة عبد الرحمن وبرهان في مقاتلتنا؟ من الممكن أن يقوما باستخدام خطة النار الحارقة. ماذا؟ هل يمكن أن يستخدما نفس الخطة السابقة؟ أحيانا يستخدم برهان خططا غير متوقعة. حصنهم محاط بالجبال والأنهار، لذلك يجب أن نكون حذرين من النار والماء. سوغان يقظ ولن تمر الخطة عليه. أنا واثق أنها المعركة الحاسمة مع عبد الرحمن. إذا ليست هناك أي مشكلة. ستنهزم يا سوغان. قف مكانك. أين كنت في هذه الساعة المتأخرة؟ ألست أنت السيد سانسي؟ أجل، هذا صحيح. يبدو أنك كنت ذاهبا في مهمة رسمية خارج الحصن يا سانسي. كنت عند تسوتسو، أرسلني تسايماو. كنت تزور تسوتسو ونحن في حالة حرب؟ سألقي القبض عليك يا سانسي بتهمة الخيانة والتآمر. الرحمة، توفي القائد اليوبيه منذ أيام وقد أخفوا عنا النبأ، وزورت سايما وأخته هاندي وصية اليوبيه، فعينوا ليوسانغ وريث للمقاطعة وأعلنوا استسلامهم لتسوتسو. هذه جريمة كبيرة لن أسامحهم عليها أبدا. عبد الرحمن، اسمح لي بمهاجمة حصن تشينكشو لإلقاء القبض عليهم. يجب أن نقتل تسايما قبل أن نتفرغ لمحاربة تسوتسو. أوافق حكمة بمهاجمة حصن تشينكشو لنستولي عليه قبل أن يصل إليه تسوتسو يا عبد الرحمن. أوصاني القائد اليوبيه بأولاده بعد وفاته، فكيف سأهاجمهم وأقتلهم؟ لن أقبل أن أفعل هذا الشيء ولو اضطررت لترك المقاطعة إلى أي مكان. هذا هو رأيي. إذا استسلم حصن تشينكشو إلى تسوتسو فسوف يتفرغ كليا لمهاجمة حصننا بكامل قواته الكبيرة والموجودة هنا. إن قواتنا صغيرة، لذلك لا نستطيع أن نصد هجوم قواته. هل لديك خطة مناسبة لهذا الموقف يا برهان؟ أجل، ذهب ضمائي. هذه هي المنطقة الخطرة. لن نقع في الفخ الذي وقع فيه تان. كن يقظا. حاضر، سأراقبهم. سمعت أن طلائع جيشهم تتألف من فرقتين يقودهما تسوغان، وهم الآن على مشارف حصننا في المنطقة الخطرة. لا نستطيع أن ندافع بجيش صغير. أقترح أن نهجر الحصن، وأقترح أيضا أن ننتقل إلى مكان آخر.
لأننا نريد أن نجنب الناس الأبرياء القتال. سنمركز قواتنا في حصن الصخور قرب النهر الأبيض، مما سيدفعهم إلى النهر، وهذه مهمة رأفة. سأخبر كل قائد منكم عن الموقع الذي سيتمركز فيه، وأرجو أن يتم الالتزام الكامل بالخطة. سيتمركز القائد حمزة في التلة التي تقع أعلى مجرى النهر. أما القائد حكمة فسيكمن قرب المعبر، وهناك سينتظر تعليمات جديدة. أتمنى أن أكون حيث القتال العنيف. موقعك سيلبي رغباتك أيها القائد. أفكارك منعشة. أما يان ومعه الفتى كوان فعليهما أن يبقيا هنا داخل هذا الحصن. لا أريد أن أبقى هنا يا سيدي. لا تتذمر أيها الفتى، كن واثقا مما يخطط له السيد برهان. لا تنظر هكذا، قد يكون هذا الحصن هو الساحة الرئيسية للقتال في المعركة، هذا ما أتمناه. انتظروا لحظة. ميشو، نيلوان، دوركما هو التلويح بهذين العلمين. غريب، علم أحمر وآخر أزرق. ستكون لعبة ممتعة. أليس ذلك بوربكان يا سيدي؟ هذا ما أهدف إليه. حددنا لكم مواقعكم، والآن سيخبركم برهان عن مجرى العملية. الماء مقابل النار، والنار مقابل الماء، سوف نستخدم العملية بوجهين. إن تحركتم كما هي الخطة سننتصر بالتأكيد. وفقنا الله أيها الرجال. قضت خطة القائد عبد الرحمن وبرهان بناء سد في الأعلى عند مجرى النهر الأبيض. كان المجرى ضيقا لأنه محصور بين جبلين، وقد عمل حمزة وجنوده نهارا كاملا في سبيل بناء السد. هذا العمل أكثر تعبا من القتال، استريحوا. القائد حكمة سوف يكمل مع جنوده عند أدنى النهر الأبيض، وسينتظر وصول قوات تسوتسول يشتبك معها. لا تتحركوا من مكانكم على الإطلاق. مللنا الجلوس في هذه المنطقة الهادئة، الطقس جميل جدا هذا اليوم. ارتاحوا أيها الرجال، يبدو أنني سأستحم في النهر. بعد أن يخرج الأهالي من الحصن، صبوا الزيوت على سقوف المنازل وحول البوابات، واجمعوا الأمتعة المهملة التي تشتعل بسرعة، ولكن لا تضعوا شيئا عند البوابة الشرقية. والآن ابدأوا عملكم. شيء مضحك، يا لها من خطة غريبة، أخذ أكوان القدور والآلات الموسيقية. سيعزفون لنا موسيقى الانتصار على تسوتسو بعد انتهاء المعركة. تبدو واثقا. إنها ثقتي بك أيها القائد النبيل. بدأت طليعة قوات تسوتسو بالزحف إلى حصن القائد عبد الرحمن. كان تسوغان يقود طليعة الجيش، ولذلك كان حذرا جدا من الوقوع في نفس المصيدة التي وقع فيها القائد تان من قبل. ولكن هل ينفع الحذر حين تكون الخطة مرسومة بشكل جيد؟ لماذا توقفت؟ أرجو المعذرة، هناك كمين. انظر، إنهم يتصلون ببعضهم عن طريق الأعلام. تظاهرا بأنكما تتصلان معا بواسطة التلويح في الأعلام الملونة. تسوغان قائد يقف، فبعد أن يهاجم الكمين الخطير سيتقدم إلى داخل الحصن. حسنا، لابد أن يكون تلويح الأعلام إشارات بين عدة مجموعات متفرقة. سنقوم بمهاجمتهم الآن عكس ما يتوقعون. استعدوا للهجوم. حاضر، تقدموا. يعزفون الموسيقى هنا. المجانين يهزؤون بنا. صعدوا إلى الأعلى والقوا بهم. سنحطم هؤلاء المجانين. وقعوا
في المصيدة. هذا يناسبهم. عبد الرحمن ساق فوراسك. اين اختفوا جميعا؟ سأدمر حصنكما هالا يا عبد الرحمن وبرهان. إنسان في هذا الحصن. الجبناء هجروا الحصن وولوا هاربين. دع الجنود يرتاحون اليوم، سنبدأ المطاردة غدا صباحا. حذر، سيهاجمون الحصن حتما، وعندما لن يجدوا أحدا فيه سينامون في البيوت المهجورة، وقبيل الفجر ستقومون بمهاجمة الجنود قبل أن يستيقظوا. هذا الفجر يبزغ، لقد حانت ساعة الهجوم، ولا بد أن جنود سوتسو الآن غارقون في النوم. الآن اهجموا. سوتسو جميع أبواب الحصن مغلقة من الخارج إلا البوابة الشرقية. اجمع الجنود واطلب منهم عبورها. حاضر. سيهربون من البوابة الشرقية لأنها ستكون الوحيدة السالكة. هاجموهم وادفعوا بهم إلى مجرى النهر الأبيض. ارموهم. جميل، تماسكوا أيها الرجال، أعد تجميع الجيش يا هوشو. سحبوا. تعالوا نحن بانتظاركم. قبيل الصباح ستسمعون أصوات أقدام الجنود وحوافر خيول الأعداء في أسفل النهر. ستكون هذه هي الإشارة لتحطيم السد على النهر. والآن افتحوا المياه. ما هي خسائرنا حتى الآن؟ أبيد جيشنا تقريبا. سيقتل اليتسوتسو. معركة رهيبة ومؤلمة. بعد أن تتحطم قوات الطليعة التي يقودها تسوغان، لن يكون أمامهم سوى الهرب منكسرين من أسفل النهر الأبيض. وهناك ستنتظرهم يا حكمة وتجهز عليهم. وصل تسوغان وجيشه حسب الخطة. سأصطاد حوتا. إنه حكمة، يجب أن تهرب الآن يا سيدي. هيا. إنه يهرب منا. سوغان. خسارة، سأصطاد الحوت الهارب. ما
أبيدت طليعة قوات جيش تسوتسو بعد أن نفذ جميع القادة خطة برهان بشكل ناجح. سارت قوات القائد عبد الرحمن إلى حصن الصخور دون أن تخسر أي جندي. كان ذلك نصرا عظيما للطموحات النبيلة. أفادوا فرقتين كل منهما 50,000 جندي، لن أنسى ذلك أبدا. هزمت قوات تسوتسو الكبيرة أمام ذكاء برهان ومعرفته بظروف الطبيعة، وأمام إصرار عبد الرحمن وأصدقائه على السير قدما في تحقيق أهدافهم الإنسانية. لم يكن تسوتسو يعتقد أبدا أن جيشا صغيرا مسلحا بالحق يمكن أن يهزم جيشا جرارا مثل جيشه.